ينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، لنتحدث أكثر عن هذه التطورات فيما يحدث في المواجهة المستمرة الروسية الأوكرانية. أرحب بك دكتور عماد معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. هل ترى الحالة هي في وضع متخبط، الغرب يريد ولا يريد، أمريكا تريد ولا تريد، أم أن هذا ما يظهرونه للعلن؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. واضح أن الأمور فعلا فيها ضبابية في المواقف، التصريحات متصاعدة وللأسف يعني تزداد سخونة من الجانب الروسي والجانب الأوروبي والأمريكي. هل هذه التصريحات هي للتخويف أو التلويح أنها جاهزة ومستعدة في حال اتساع رقعة الحرب أو انهزام أوكرانيا أو يعني الضغط على أوكرانيا أن هذه الدول قد تتدخل بشكل أو آخر، أم أنها فعلا هي نوع من تحفيز الداخل الأوروبي للإعداد استراتيجيا لأي مواجهات محتملة خلال السنوات الخمس القادمة؟ الآن الجانب الغربي والشرقي فقدا ثقة وأصبحت العلاقة بينهما قائمة على العداء أكثر منها علاقة صداقة أو حتى التوجه نحو الحفاظ على المصالح المشتركة. الآن لا نسمع أصوات من الشرق أو الغرب تنادي بالمشترك بين المصالح القومية لهذه الدول، كل طرف يشعر أن هل يمكن الطرف فعلا الآخر بهذا الشكل مهدد لأمنه القومي؟ هل ممكن أن تنقطع بهذا الشكل الحاد الذي تشير إليه؟ لم تعد شعارة معاوية دكتور المصالح تتحدث اليوم مهما كان المواقف التي نتابعها بتطوراتها الأخيرة، هل انقطعت شعارة معاوية التي دائما بين الشرق والغرب؟ نعم بالتأكيد لم تنقطع العلاقة بشكل كامل أبدا، بل على العكس بوابة المصالح للأسف هي اللغة ربما الأبرز، لا أقول الوحيدة ولكنها الأبرز والأكثر تأثيرا في المستقبل لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وإعادة العلاقات بشكل أو آخر، على اعتبار أن كل دولة لها مصالحها والآن الكل متضرر اقتصاديا سياسيا أمنيا. بدل أن يتم إعداد موازنات للنهضة في الجانب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وتسهيل حياة المواطنين ومعالجة البطالة والتضخم الاقتصادي، في هذه الدول باتت الآن تخصص وترصد أكثر من 3 إلى 5% من دخلها القومي للشؤون العسكرية. الآن إذن الواقع يحتاج إلى جهود وزيارات مكوكية ومكثفة للوساطات الدبلوماسية لإيجاد نقطة مشتركة تعيد الجميع إلى العقلانية. طيب في مواجهة الأزمة الحالية، وهذا هام جدا ودائما في حواراتنا مع حضرتك دكتور عماد الحديث عن الحوار والنقاط المشتركة، ولا يمكن أن تفضي أي نزاعات أو صراعات أو حروب إلا إلى أن يكون هنالك في النهاية هذه الطاولة. سؤالي بعد هذه المدة وتظهر العديد من الصراعات في العديد من المناطق حول العالم في مدد قصيرة جدا، هل أصبح العالم بجميع أقطابه إن صح توصيف الأقطاب اليوم يعيد الحسابات ليصل إلى هذه النقطة التي تشير إليها، أم يعيد الحسابات ليرتب أوراقه لمواجهة طويلة الأمد ويجب أن نعد لها العدة؟ للأسف التوجهات من الجانبين موجودة، ستبقى هناك تيارات قومية أو متطرفة راديكالية تسعى لتحقيق أجندة بأي شكل، وإذا وصلت إلى قناعة أو شعور أن مصالحها مهددة أو أجندتها ربما لا يتم تحقيقها، فبالتالي للأسف ستسخر كل دول العالم وكل يعني القوى الموجودة لتتوافق معها حسب مصالحها، وهذا ما سيهدد الأمن والسلم العالمي. بينما هناك عقلاء وهناك أصوات من القيادات السياسية وقيادات أخرى فعلا هي حريصة على تحقيق السلم وهي تسعى أن توجد يعني جهود لتقلل الفجوة بين الفرقاء، ولكن أحيانا إذا لم يتم سماع هذه الأصوات أو لم يكن لها تأثير في القرارات السياسية للأسف سيجرنا البعض إلى متاهات ولا نريدها ولا يحمد عقباها، وسيكون فيها خطر على السلم العالمي. لأننا عندما كنا نتكلم منذ بداية الحرب عبر القاهرة الإخبارية أن شرارة الحرب العالمية الثالثة فعلا اشتعلت، وليس أننا نخشى أن تشتعل، هي اشتعلت لأن الغرب الآن يتم تسليحه وتصنيع العسكري والتكثيف التصنيع والحصول على ذخائر من كل دول العالم تتناسب مع الأسلحة الموجودة لأوكرانيا لتدافع عن وحدة وسيادة أراضيها، وبين قوسين ربما
لا أقول تحقيق أجندة الغرب أو جهات أخرى، ولكن أيضا تستغل بعض الدول الغربية حاجة أوكرانيا إلى الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيها لاستنزاف روسيا أو إشغال روسيا بشكل أو آخر. فبالتالي الأيام القادمة هي لابد أن يبرمج كل القادة السياسيين وكل من يؤثر في أصحاب القرارات القيادات السياسية التي تتخذ القرارات، لابد في كل دولة أن يعملوا جهدهم ويوظفوه في إيجاد أدوات جديدة وطرح أفكار جديدة. بالحديث عن الأدوات الجديدة والأفكار الجديدة والعقلانية والحكماء، ونحن نتابع المنتديات التي تعقد مع شخصيات على مستوى العالم كبرى في كل ما بين الفينة والفينة دكتور عماد، وهنا تساؤلي: هل سيتم الالتفات إلى هذه الآراء وما يقوله الحكماء والعقلاء اليوم عندما نصل إلى لحظة تعتبر حرجة في الحياة الإنسانية، أم أنها إلى أن تضع المصالح لجميع الأطراف يعني رحالها وتتوضح الصورة بالنسبة للأطراف مصلحية؟ أنا أنقل تجربتي أكثر من 3 عقود في الغرب والتعايش مع مكونات المجتمعات الغربية وما أراه من مشاركاتي في العديد من البرامج، ونحن الآن اليوم مع المجلس والاتحاد الأوروبي ووزارة التعليم الأوكرانية في مجال القوميات والأقليات والتعليم الخاص في اللغات القومية. ولكن أقول ما أراه حقيقة أن هناك يعني تضارب وهناك ازدواجية في التفكير وإدارة ملف الأزمات. ما نسمعه دائما أن الغرب يعني يسير في خطين مختلفين تماما، خط المفكرين والمنظرين والخبراء الذي يتكلم بمطلق الحرية ويطرح أفكاره ويسمح له المجال للتحدث والنقاش وطرح أفكار حتى لو تعارض القيادات السياسية، ولكن على الواقع ما نراه شيء مختلف تماما عن مساحة الحرية التي فتحت وعن الآراء التي استشير بها الخبراء. لنجد أن من يتحكم في القرارات السياسية هم فئة محدودة، قد تكون حزب وقد تكون شخص بحكم يعني تأثيره أو سلطته أو سيطرته. وعلى ما يدلل هذا دكتور عماد؟ هل البشرية ربما بمرحلة معينة أفرزت ما نعيشه اليوم مع كل ما حدث من تطورات وتغيرات على الصعيد الإنساني أو الصعيد التقني؟ يعني على ماذا يدلل اليوم؟ يعني بالتأكيد العالم الآن أصبح يعني هناك فجوة بين القيادات السياسية التي تتخذ القرار وقيادات والنخب التي هي أصلا أصل المجتمع وهي التي يجب أن يكون لها أيضا شراكة في اتخاذ القرار في هذه الدول. إذن المسألة مسألة معقدة، والآن لا نريد أن نتشائم، لكن لابد أن نشخص الأمور حتى لا قدر الله لا نقول أن الوضع طبيعي وأن الوضع سيتم حل المشاكل ثم نتفاجأ أن الحرب العالمية الثالثة اندلعت وأن شرارة هذه الحروب اتجهت في كل القارات وفي كل الدول تتأثر فيها سواء بشكل عسكري مباشر أو شكل لوجستي أو حتى أمن قومي وأمن غذائي وأمن الطاقة وغير ذلك من أمور. فبالتالي ما أراه أن البحث عن جذور أصل الصراعات وأسبابها هو يكون مفتاح، إضافة إلى أن يكون هناك حراك للدول الحريصة على السلام، الدول الحيادية، الدول التي ليس لها عداء وليس لها أيضا يعني علاقة في مد الحروب العسكرية بشكل أو آخر. دكتور عماد، هل ترى مع هذه الصراعات المتتالية بمدد قصيرة كما كنا نشير في حديثنا وحوارنا، أفرزت فعلا نوع من الأطراف والدول والقوى التي بدأت ترى أن العالم في مدى أكبر ويتسع إلى أمور أكبر، وبالتالي يجب أن يكون هنالك دور سواء كان على مستوى القوى النخبوية أو الفكرية التي نشير إليها، أو حتى على مستوى أن يكون هنالك قوى فاعلة اليوم على الأرض وليس فقط بأن تحلل وتذهب بأفكارها إلى العقلانية، أن يكون هنالك من يبادر ويكون له تلك الكلمة على الأرض. دكتور، هل هذه الفرص بالصراعات أعطت هذه المساحة؟ أنا أشارككم الرأي فيما طرحتم، وأريد أن أذكر أن الأمم المتحدة أصل تأسيسها كان بعد الحرب العالمية الثانية للحيلولة دون وقوع الصراعات، واليوم في 2024 الأمين عام للأمم المتحدة بنفسه يقول أن الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد أدوات لحل المشاكل والأزمات وأصبحت يعني أنها مجردة من التأثير. إذن كنا نعول ولازلنا وسنبقى على المؤسسات والمنظمات الدولية الجامعة للمكون الإنساني لتكون هي
الركيزة والارتكاز لإيجاد عدالة وتجنب ازدواجية المعايير وإيجاد المشترك الإنساني وجمع الشركاء عليه. ولكن إذا كانت الأمم المتحدة اليوم تقول على رأس أمينها العام أنها عاجزة، والملف المأساوي في غزة من أبسط الدلائل وغيرها، فإذا ماذا ينتظر العالم؟ ينتظر العالم فقط صراعات؟ الآن نخشى أن تبدأ أيضا الحرب الأمريكية الصينية، سواء بالتدريج عبر ملف تايوان أو ملفات أخرى. الآن الشرارة انطلقت، ولا بد حقيقة لأن يطرح في كل المنابر الإعلامية في وخاصة في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأيضا في اللقاءات الثنائية بين الدول، ألا يكون فقط تبادل الأفكار بين القادة السياسيين حبيس اللقاءات الدبلوماسية ضمن البروتوكول، بل أن تنتقل لإيجاد حراك للدول تجمع أصوات. نعم. ويكون لها دور مغاير، لعل وعسى أن يكون هناك أمل لحفظ مستقبلنا وأمننا وأمن أبنائنا في ما تبقى من حياتنا في هذا العالم. دكتور عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، تتابعنا مباشرة من كييف.